ما شاء الله، الآن يتكلم أمامنا حافظ صيفان بن سيف الإسلام، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا نؤمن بأن القرآن كلام الله نزل به جبريل عليه الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، سورة البقرة آية واحد. ثانيا يجب علينا تعظيم القرآن الكريم، قال الله تعالى: بل هو قرآن مجيد، سورة البروج آية 21. ثالثا نزل القرآن الكريم في شهر رمضان في ليلة القدر، قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، سورة القدر آية 1. رابعا المسلم يحرص على قراءة القرآن وتدبره والعمل به، قال الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، سورة المزمل آية 4. ما شاء الله، جزاك الله شكرا جزيلا صيفان بن سيف الإسلام، بارك الله فيك.